السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعين موقع منبر 24، جينا لدوار ايتي الدير جماعة ضي عوا اقليم افران. حطينا الرحال لهذه المنطقة، هذه كانت مفاجأة اننا جينا ولقينا واحد الموسم اللي كيتقام كل سنة، لانه هذا الدوار هذا غادي نقولوا انه يستحق تكون عنده بنية تحتية ويكونوا عندهم مرافق صحية، وفي نفس الوقت تكون عندهم مدارس ومستشفيات او مراكز القرب. كنعرفوا ان المعاناة ديال هاد الساكنة معاناتين، المعاناة ديال انها ما كاينش وزينات، ما كاينش شركات، وفي نفس الوقت ما كاينش الملاعب اللي غيقدروا يلعبوا فيها الدراري. حنا كنعرفوا الخطورة ديال هاد الجبال، كنعرفوا بزاف د الحوايج، لانهم عندهم مشكل اخر اللي هو الماء، لانه الويدان هنايا كتخوى في وقت اللي كتكون الصيف. المشكل هو ان ملي كتكون القلة ديال الماء فما عرفناش من كيجيبوا هاد الماء، وخدينا تصاريح مؤثره من هذه المنطقه والناس ديال هذه المنطقه. بالنسبه للمرافق ديال اول مراكز القرب ديال المستشفيات فما كايناش الا بغاو يتوجهوا او بالسيده الا كانت حامل او مريض او عنده شي اصابه فكيمشي لمدينه ازرو. ما عرفناش كي كتكون الرحله ديالو من بعد انها من كتكون واحد الطريق طويله. متابعينا الكرام، نخليكم مع تصريحات ديال ناس الدوار. كنطلبوا منكم، طلبوا من المسؤولين تعاونونا. هذه المنطقه راه خصو بزاف ديال المسائل، خصو الطرقان، خصو السواقين، خصنا الماء وما عندناش طريق. هنايا خصنا طريق، خصنا الماء، خصنا الماء بزاف. كنتعذبوا في الماء باش كيجيبوا الماء. حنا كنطلبوا الى جاب الله شي سهله ان شاء الله، خصنا طريق، خصنا الماء. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سميتي المقدم سعيد وبعالي من جامعة ضي تعوى، سكنة سيدي ميمون. حنا كل عام كنديروا هذا الشيء، عندنا العادة من جدودنا. كنجمعوا هنا، كنشوفوا واحد البلاصة كنجمعوا فيها، كنديروا فيها الصدقة، وكنجمعوا الصغير والكبير والمرأة والراجل، كل شيء كنجمع هنا الحمد لله. وكنرفعوا يدينا، كنهزوا فاتحة لسيدي ربي. هذه المنطقة راه معروفة بالرعضة، كيجي تبروري كيضيع الفلاحة، وحنا كنطلبوا سيدي ربي، وسيدي ربي الحمد لله كيستجبنا الدعوة ديالنا، والله مالك الحمد. بالنسبة لهذه التقاليد والعادة، شكون أول شخص اللي حيا في هذه المنطقة؟ ما نقدرش نقول شكون هو، ولكني من خير ربي هذا. حنا من الأول من خير ربي هذا، حنا كنلقاو هذا الشيء كيدير لنا جدودنا، وحنا تبعنا التراث والحمد لله، ربي ما كيخيبناش، وكتجي القضية زينة الحمد لله. بالنسبة لهاد يعني هاد العادة هذه والتقاليد اللي درتوها، تقريبا كاينين قلتوا لنا كيجيو ناس من يعني كيجيو غير الزوار لهنايا كيجيو لعندكم؟ اي نعم سيدي، كيجيو الزوار، واخا كاينينش في المنطقة غير كيسمعوا هادشي كيتجمعوا. وكاين موسم اخر عاوتاني كبير، كيكون فيه القيادة، كيكون فيه القياطان، كيكون فيهم الخيمة بزاف، وكاتشي ديما كيكون كل عام كيكون. يعني كل عام كنديروا في واحد البلاصة، هذا ما فيهش جبل وما عندناش طريق. هنايا خصنا الطريق، خصنا الماء، خصنا الماء بزاف. كنتعذبوا في الماء باش كيجيبوا الماء. حنا كنطلبوا الى جاب الله شي سهله ان شاء الله، خصنا الطريق، خصنا الماء. والسيد باقي ما تصلحش، خصو الضرر للسيد، خصو يتحرش، خصو بزاف الحاجات. يعني بغيتي تقول هذه المنطقه باللي هي منطقه زوينه، واللي يعني خصها تكون غير العنايه؟ غير العنايه، وما راه المنطقه مخيره زوينه تبارك الله، والناس كيتجمعوا، مازال فيهم النيه، الناس مازال فيهم النيه كيتجمعوا، الناس الكبار الصغار الدراري كلشي كيجي. والخير سيدي ربي، عشتي دابا الطعام تبارك الله، تباصل الطعام خير ربي، تباصل اكثر من البشر الحمد لله، خير تبارك الله موجود. يعني الناس اللي بغاو يجيو لهذه المنطقه شنو تبغي تقول لهم؟ اللي بغاو يجيو لهنايا مرحبا بهم، مرحبا بهم للمنطقه. حنا كنرحب، كنقول لهم مرحبا 100 مرحبا، اللي جا مرحبا به. هادشي اللي كنقولوا. شكرا. على وجهي بسيط. اولا انا هو الشيخ القبيله، الشيخ درما. الخدمه ديالنا
تنجروا في الصلح بين الناس. الرماء من سيدنا محمد الحبيب الى يوم هذا، الرماء تيعطيها الجد الجد، وكنصلحوا بين الناس وكنجروا في المصلحه، وفين ما شفنا شي حاجه مضره في القبيله ولا في القبائل الاخرين تنجروا فيه وتنصلحوا داك الشيء. دابا الحمد لله جابكم الله، انا هو الشيخ علي اي تيدر جماعات اي تيدر بايت عوا. تنشكركم وكتشكركم القبيله ديالنا كاملين بالصغير والكبير. كنحمد الله ملي غادي تجيو لهنايا باش نشرحوا لكم مضره ديالنا ونشرحوا لكم مصلحه ديالنا. كنطلبوا منكم، طلبوا من المسؤولين تعاونونا. هذه المنطقه راه خصو بزاف ديال المسائل، خصو الطرقان، خصو السواقين، خصنا الماء. الماء كنحمدوا ربي وكنشكروا على داك الشيء اللي عطانا، ولكن كنشكركم وكنطلبوا منكم تبلغوا الكلام ديالنا من القبيله من الكبير للصغير، الذكر والمراه. كنقولوا لكم بلغوا الكلام ديالنا الدوله والمسؤولين باش يعاونونا. ما عندنا بير في السيد، كنجيو 3 كيلومتر 4 كيلومتر باش نتجمعوا هنايا، وكنجيبوا البيدود الماء ما كيكفيناش. هانتوما جابكم الله تشتوه، وكنحبوا منكم تبلغوا المسؤولين ديالنا والدوله ديالنا تعاوننا. منطقه كنجمعوا هنا الصدقه كل عام، وماشي غير هنا، مره هنا مره في جهه اخرى مره في جهه اخرى. كنجروا في الصلح وكنديروا الصدقه وكنعيطوا لسيدي ربي عز وجل باش يدير قلوبنا مسامحين، باش نتلاقاو شي يسمح لشي. إذا كان شي مخاصمة بيناتنا ولا الجيران ولا القبيلة كنجمعوا وكنصلحوهم لوجه الله، وكنطلبوا من سيدي ربي يكمل. ها الصدقة كنديروها على الجدود ديالنا، خلوها جدودنا ومازالين حنا شادين في التقاليد ديالنا، وكنطلبوا منكم باش تبلغوا المسؤولين ديالنا يعاونونا الطريق والماء. فين ما مشينا في الموسم ديالنا ما كانش اللي كنشوف حالتنا، ماشي غير هنا، كنشوفوا لديك الجبل ونمشيو لديك الوطا، وما كانش عندنا لا المعاونه ولا ان شاء الله. هذه ان شاء الله كنطلبوا منكم باش تبلغوا المسؤول ديالنا، والله يسر سيدنا، والله يعاون اللي تعاونوا، والله يخرج سيرفيسكم بخير باش تعاونونا، باش تبلغوا الكلام ديالكم باش تعاونونا. هادشي اللي كنطلبوا منكم، والسلام عليكم ورحمه الله، وشكرا لكم ومرحبا بكم. طلب مزيان مسؤولين هذا ونجي للدوله. طلب هذا جنا المعاونه جنا بريد الصحه. صراحه انت قبيلتي وانا دمت معاون. كيطلبوا من المسؤولين قالك يجيبوا معاونات ويخدموا دري القبيله. ايه. العيالات والدراري الصغار غير جالسين ما خدامينش. والو عيالين تيتجاروا وغير هجروا قيمتها. الطلب زين مالك كنا ربي يخسر عفو يا حيو يا ربي تنصر. يا سال دينا خايا خلقي من خلا وصافي انا حالتنا حالة الله. ايوا هادشي الطريق كنطلبوا الماء كنطلبوا الضو. ايوا هذاك الشيء اللي راه هما كيعانيوا بالمشاكل ديال التمر. بحال الناس الكبار بحال الصغار راه كلشي بحال راه ما كاينش الفرق، راه كلشي واكل العصا. وكانت المسؤولين هادشي باش يجيو يشوفوا هذه المنطقة شنو خاصها، راه كلشي كيعاني. كنطلبوا صاحب الجلاله الله ينصرو، الله يعاونو، الله يشافيه. وكنطلبوا ان شاء الله يسهل عليه ويعاوننا يجي يشوف هذه المنطقه، راه كتعاني بزاف. انت شنو حداك خدمت؟ انت شنو ندرتي عيالين؟ لا خدمتو تولي حتى في الخدمت. السجر مره يا يسخر مره وراس خير. شالي خدم شاولي خدم. نقي ما لا توضخ يا اخي توضخ الحال. معاونات ولا نخليه انت. هيا ابري دور نخلي امانه ولدين ها سيد. المهم انت الله يرحم الوالدين لان الطلب هذا اختك مش انا السبيطار بعد اخ. المهم الله يرحم الوالدين لان الطلب هذا اختك مشى المشروع الواشر المدرسه تي عيالين الله يحسن العوان. كلشي توضر السجر مره خدم انت مره وخدم انت يو داخل الحالات ندير طاوض الحال لان التنين ديال غلاني يجي لان التنين ديال غوري ليشا الله يحسن العوان. هذا سنت التعاون الله يرحم الوالدين. غير سمتو تطارو على زرو على زرو لا تقيمه مسكنات لا تضر لا تطوض الحديد اش
هذا الوقت هي لا تغيم لا تعرم قبريد ها ولي طول غاسم قبريد لان تتريد سلميانس ايوا المهم صدق الله والعالم الله يرحم الوالدين لان الطلب هذا خرج مشي انا الزين الملك سيدي ربي اذن صر الملك يجمعون كل واحد قاع المنطقه زوينه وسميتو ما عندهاش طريق والضيا موسخه ديال للاميرة اول مره كنجي لهذا الموسم ما كنت كنجي عندهم ضيفه هاد الناس ايوا ودابا هذا النهار جيت عندهم ضيفه عندهم الموسم فعجبني هذا المنظر هذا الجو هاد الناس نساك الله عمرها دار ما فحالهمش ما عندهمش خصهم الطريق خصهم اللي يعاونوهم خصهم اللي يدير لهم شي حويجات يدعموا معاهم والضيا ديال ايت دايت الاميره خصها تصوب كلشي خصهم يصوبوا الاميره كيجيو الناس عندهم سياحيين كيجيو يخيموا في الصيف كيوسخوا كيلوحوا داك الازبال وداكشي ما عندهمش اللي غادي يجمع موراهم داكشي خصهم شي واحد من داكشي ديال النظافه ديال الازبال ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.